تحية كبيرة لكم وخالصة لكم، لقائنا متواصل ومستمر، وأكيد أنه إحنا معكم طبعا الحل حصل 11 وهمشي مباشرة ورحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ، وسنة سعيدة. شكرا لك أختي سكينة، ولك كذلك ولكل المسلمين العالم وكل يعني أي واحد في هذا الكون هذا، كنتمنى له الصحة والسلامة في برنامج الصحة والسلامة إن شاء الله بإذن الله. وتحية لكم ولكل فريق العمل وكل يعني الطاقم ديال الميد راديو والمؤسسة ديال الميد راديو إن شاء الله بالصحة والسلامة مادام إحنا في برنامج الصحة والسلامة. الله يطول عمرك على أختك. معك أستاذ اليوم غادي نبداو العام بعادات جديدة، بجسم أحسن، بتغذية أجمل. حنا كنعرفوا بأنه التغذية ديالنا، كاين الناس اللي كيظنوا بأن غير الماكلة كتكل وكتهضم وصافي، في الوقت اللي هاد الماكلة ملي كتكل إلا كانت مزيانة كتنعكس على شكلنا، على جسمنا، على بشرتنا، على جمالنا، على صحتنا، على الحيوية ديالنا، على الحركة ديالنا، على مجموعة ديال الأمور. ودائما في إطار الطب الوقائي التغذية هي عمود الفقري ديال الصحة كيف ما كنقولوا، عليها كتوقع كما كنقولوا هي اللي كيوقف عليها المعقول. فشنو يمكن لينا نقولوا للناس في هذه الجانبات؟ نعم فعلا اختي سكينة، اليوم غندخلوا لواحد لو سالون خاص، لو سالون ديال الأناقة والجمال لكن بطابع خاص، طابع يعني غادي يشوفوا المستمعين، هو ان الانسان سبحان الله في الفطرة ديالو هادشي كنشوفوه في الوليدات الصغار. الا بغيتوا تعرفوا تجليات الفطرة اللي احنا ربما بقينا إما كنخبيوها إما كنكبحوها إما ما كنستعملوهاش، أما الفطرة دائما مفاتيح الفطرة كيبقاو في الإنسان من المهدي إلى اللحد. فكتشوفوا الوليدات الصغار إلا قاس يدو في شي حاجة ولا هادي كيبقى يبكي باش أنه ينظف، يدو ينظف يعني يعني الجسم ديالو. وبالتالي النظافة هادشي ما كنتكلموش عليه، النظافه شي حاجه كاينه في فطره الانسان، فقط يجب تفعيل داك المفاتيح ديالها. والحمد لله احنا الشعب العربي المسلم دائما يعني هو النظافه عندنا احنا يعني شي حاجه اللي هي رائعه جدا. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الاناقه والجمال. لما كنقولوا الاناقه والجمال، اي واحد كيسمع اناقه وجمال كيمشي تفكير ماشي عادي، ولكن التفكير السائد هو أننا نمشيو نديرو كريمات، نديرو بعض الأمور، بعض هذا الشيء ماشي هو اللي غنهضر عليه. أنا غنهضر على الأناقة الداخلية داخل الجسم. وقبل ما نهضر على الأناقة الداخلية سأسأل سؤالا، سألوا ورد الجوري. ورد الجوري كتعرفوا المستمعين كلهم كيعرفوا الورد البلدي، الورد اللي كيكون الورد الجوري، من أين تأتي هذه الوردة بالجمال ديالها والنضارة ديالها والبريق ديالها؟ أي واحد بغى يعرف جسمك أنت، أنا هذه متفق معك، جسمك يكون جميل، يكون رشيق، هكا تزاد، هكا خلق. ثم كتشوفوا وليد وش عمركم لقيتوا شي دريري كيتزاد بشعر شيب أو لا بشعر ممزياج، كيتزاد الدريري الشعر زوين، لابو زوينة، هذا نورمالمون في الجسم ديال الانسان. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. لكن احنا قبل ما نمشيو للاناقه الداخليه ولا الاناقه خاصها تكون عندنا الاناقه الفكريه. علاش؟ لان هي اللي تتنعكس على الاناقه الداخليه. من كنكون انا انيق في التفكير ديالي كنعرف هذا الجسم هذا شنو كيحتاج، ولا عرفنا الجسم شنو كيحتاج سنحافظ على الرشاقة والأناقة والجمال اللي من حق أي إنسان ومن حق أي واحد. وهذا جميل جدا. علاش؟ لأن هذا الاهتمام هذا غير ما خصناش ناخذ الطريق الخطأ، وما خصناش نمشي وراء بعض الأنواع ديال الهوس. وتتضيق على المعاني ديال الأناقة والجمال دابا، ولا واحد التضييق كبير، هو تضييق معروف، تضييق تجاري، تضيق على المعاني ديال الجمال بمعاني لا تخدم إلا بعض، سمحوا لي، بعض تجار الجمال في العالم اللي هو الجمال الزائف. أما الجمال الحقيقي أنا قلت لكم اسألوا وردة الجوري من أين تأتي بجمالها ونضارتها وبريقها. ما غتمشيو لهذيك يعني الوردة ديال الجوري أو الشجرة غتلقاوها باللي كتجيب الجمال ديالها من الجذور ديالها. فالجمال اللي يخرج إلى الخارج يأتي من الداخل، والجمال هو جمال الجوهر اللي ينعكس على المظهر، هذه ما فيهاش نقاش. فكذلك الأناقة هي أناقة الجوهر اللي تنعكس على المظهر. فلجسم أنيق
أولا يجب أن يكون تفكير أنيق وتكون ذاك الأناقة الفيزيولوجية. فالله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية اللي أعطيناها إحنا يا الصورة تجليات هي ديال الورد هي ديال الشجرة، فالشجرة الورقة ديالها كتلمع وخضراء وزوينة من الجذور، الورقة ديالها صفراء من الجذور، هكا حنايا الجلد ديالنا الشعر ديالنا البشرة ديالنا. وقلت أنا يا العلامة ديال يعني تجليات الفطرة هي عند الطفل. فالنظافة نعم الخارجية هذه ما كنناقشوهاش، لكن يجب أن تكون نظافة داخلية. والنظافة الداخلية تأتي من هنا غنعطي بعض الأمور، من اشتغال الخلية بواحد الفعالية اللي خصها تكون أكثر من 95%. نشرح هذه النقطة. هذه عندك خلايا في الجسم داخلية، كبد يعني الكيلي، لكن البشرة ديالك هي عبارة عن يعني نتيجة لواحد الأناقة الداخل. يعني مي كنهضروا على الشعر فهي نتيجة نضارة، يعني مثلا الأناقة مثلا ديال الشعر هي نتيجة نضارة داخلية، والبشرة كذلك هي نتيجة ديال نمط حياة أنيق، والشعر كذلك هو نتيجة ديال نمط حياة أنيق، والبشرة كذلك هو نتيجة ديال نمط حياة أنيق. وبالتالي هذه النتيجة اللي كيكون فيها واحد التناسق واحد الانسجام واحد الفهم ديال الحاجيات الحقيقية فهو ما يعرف بالأناقة الداخلية. فنعم الأناقة الخارجية، لكن لا معنى للأناقة الخارجية بدون أناقة داخلية. علاش؟ حيث إذا كنتي كتهتمي بالأناقة الخارجية غيكون واحد النوع من إهدار المال ومجهود أكبر ونتائج سلبية أكبر. راكم كتعرفوا ما غاديش انا نهضر على هاد النقط، مي كلشي كيعرفها المستمعين، كلشي كيعرف يعني الصباغه ديال الشعر وكيف كم هي مكلفه للصحه ديالنا. هذاك الفيرني ولا باش كتتم صباغه الاظافر او ازاله الصباغه، خصكم تعرفوا هاد المنتوج. لما انا ماشي انا كنعطيه الواجب العلمي ديالي، راه عرفتوا مي كتاكلوه ما كتوقع اما كإنسان يعني كتاكل بصبيعاتك أو للنالاسيون أو لما كتشمو، واش عرفتوا التبعات الصحية ديال هاد الشيء هذا. وبالتالي يعني أظافر أنا ماشي ضد هاد الشيء هذايا، ما كنهضرش أنا أصلا على هذا، كنهضر على الأناقة الداخلية. أنا لست مع ولا ضد، باش كيبقى كل واحد، هذه حرية شخصية، وأنا من الناس اللي يعني كل واحد فهو جسمك هذاك، وحنا بغينا نعاونك على أن جسمك يكون جميل، والجمال الخارجي لا يمكن أن يكون إلا بجمال داخلي. الأظافر كتكون زوينة مي كتكون أناقة داخلية، الشعر كيكون زوين مي كتكون أناقة داخلية، البشرة كتكون زوينة مي كتكون أناقة داخلية، البشرة كتحافظ على الشباب ديالها مي كتكون أناقة داخلية. والأناقة الداخلية لا تتسنى إلا بالأناقة الفكرية اللي غتخلينا نعرفوا شنو هو النمط الصحيح في هذه الحياة، وما نمشيوش من وراء بعض الأمور هي على العموم هي بعض الأمور كثيرة اللي هي أمور تجارية. فنبدأ بأول القواعد للحفاظ والاكتساب الأناقة الداخلية. نفس النقاط اللي هدرت عليها في الحلقة الماضية على طريقة التفكير، ما غاديش يعني ما فيها بس نعود نذكر المستمعين أن الجسم ديالنا هو رأس مالنا، أن الصحة ديالنا هي أهم حاجة، أن الصحة كتستحق كل حاجة. أول حاجة نبدأ بها لأن غادي نسالي بالتغذية، مي غنبدأ بنمط الحياة. نمط الحياة أول شيء أنتم كتشوفوا جميع المخلوقات هذه بواحد النمط جميل جدا. أول حاجة هو النوم. علاش النوم؟ لأن النوم هنا غادي نعطيه، هو النوم عالم في يعني في الجانب العلمي، لكن علاقة بالموضوع ديال اليوم كتعرفوا بلي احنا دائما الانسان هو في طور النمو والتجدد. كيكون عندنا احنا دي ترونج داج، دريري مي كيتزاد كيكون باقي طفل وكيكبر وكنعيشوا مراحل. هاد المراحل هادي في المراحل الاولى كيكون هناك نمو، ومن خلال ما يعرف بهرمون النمو، هذا هرمون النمو في العالم يسمى بهرمون الشباب، وهذا
ان شاء الله من بعد غادي نرجعوا ونهضروا عليه بالتفصيل وعلاقته بالتغذيه. علاش؟ لان سبحان الله لما كنمشيو عند المولود يلاه تزاد كيكون تقريبا عنده من 30 حتى ل 70 نانوغرام في المليلتر. مي كنمشيو للطفل كنلقاو 10 نانوغرام في المليلتر. ومي كنمشيو لينا حنايا الناس الكبارين كتلقى 5 نانوغرام. انت انسان كبير عندك 5 نانوغرام في المليلتر ديال ما يعرف بالجروث هرمون او لهرمون دو كرواسونس. ما يفرزه باش نضبطوا الامور هو المهاد ليبوفيز. خا هذا شنو الدور ديالو؟ هذا الدور ديالو عند الاطفال انه كيعطي لا كرواسونس وسميتو لهرمون دو كرواسونس. ولكن ماشي ما كاينش عند الاطفال. كي انت عندك انت واخا توصل حتى 70 عام تخيل انت عندك 5 نانوغرام، بغيت انا نردها 12 نانوغرام شنو خاصني ندير؟ النوم. اتعلمون ان الانسان 70 سنه عنده هرمون النمو في جسمه 5 نانوغرام 6 نانوغرام، بغيتي تولي ضعف النوم. فالنوم هذوك لي بيك كيتسموا لي بيك نوكتورن من بعد النوم في الفاز ديال لو سومي بروفون. كنت هضرت لكم انا على النوم وقلت لكم باللي النوم فيه ان سيكل ديال 90 دقيقه، كل سيكل فيه 30. لو سيكل الاول لو سومي اللي جاي ما عمرك كتعرف راسك فوقاش ناسي حتى كتنعس. كاين لو سومي بروفون كاين لو سومي بارادوكسال، كل سيكل فيه 3 وهذا كيدوزنا 90 دقيقه. يعني نتايا الا ما وصلتيش للنوم العميق فهرمون النمو لا ما كيوصلش للبيك ديالو. البيك ديالو راه كيوصل حتى 12 نانوغرام. السؤال مطروح علاش؟ شنو كيدير هذا هرمون النمو؟ اول ما كيدير انت ملي كتعيش في اليوم ديالك عندنا الجينات قبل ما نهضروا على الخلايا حتى لو جينوم داخل نهضروا على الجينات. كتعرفوا باللي الجينات خلال النهار الا كان نمط حياتك واخا يكون كيف ما كان داك الجينات كتقصر، واحد الطرف في الجينات كيتسماو لي تيلومير كينقصوا. فوقاش كيتجددوا؟ لما كيكون الانسان كينعس وغراس لهاد وبسبب هاد لوغمون دو كرواسونس. اذا هو كيدير الترميم الجيني، الترميم الجيني. ثاني حاجه لا ريجينيراسيون سيلولير، يعني انت الا بغيتي تبقى لابو ديالك زوينه ما فيهاش لي غيد تبقى شاب تبقى ذكاء، لان الشباب راه في الفكر قبل ما يكون في الجلد قبل ما يكون في اعضاء اخرى اخا. فخصك تعرف كيفاش تعيش في النهار والنوم في الليل، هذا الشيء اللي هو اساسي جدا. خا فهرمون النمو عند الاطفال كيعطي لك كرواسونس، عندنا حنا وعند الناس اللي وصلوا 70 عام كيحيد الخليه القديمه كيجيب خليه جديده كتسمى لا ريجينيراسيون سيلولير، تجدد الخلوي. يعني راه ملايين الخلايا، ملايين الخلايا. الانسان ملي كيمشي مثلا يدوش وتلقى فوق لابو ديالك واحد القشيرات، شنو هما هادو؟ هادوك خلايا ديال الجلد مشاو وجاو وحدين اخرين جداد. شكون اللي يعني كيضمن هاد العمليه؟ هو لوغمون دو كرواسونس. هانتوما كتشوفوا الاطفال اللي كيكون عندهم ناقص لوغمون دو كرواسونس كيكون عندهم ان غوتار ستاتيغو بونديرال، ما كيكبروش وما كيطوالوش، واخا؟ وسبحان الله واحد الحكمه عظيمه هاد لوغمون دو كرواسونس. سبحان الله، عارف الكبده فين خصو يوصلها وتحبس، عارف الدماغ فين خصو يوصل ويحبس، عارف العضله بالتناسب مع الجلد. تخيلوا دابا الانسان يتخيل، شوف الجسم ديالنا شحال رائع، شوف الاناقه الحقيقيه. دابا تخيلوا معايا العضله كتكبر والجلده كتكبر، لو كبرت العضله اكثر من الجلد غيتمزق هذاك الجلد. لوغمون دو كرواسونس عارف هو خصو يمشي بالتناسب. انتم كتشوفوا حنا ملي كنا صغارين الجسد صغير، انسان ملي كيكبر شكون اللي قال باللي هذيك الكبده خصها توصل كيلو ونص وتحبس؟ شكون اللي قال الدماغ خصو يوصل كيلو ونص ويحبس؟ شكون اللي قال هاد الاعضاء خصها توصل لواحد الحجم واحد الجغرافيه وتجي واحد العضو وحده واحد العضو ويتقاد تسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى؟ هذه هي التسويه الربانيه الحقيقيه. اذا انت شنو مطلوب منك؟ انت مطلوب منك تعطي الجسم ديالك ما هو جيد. كذلك هرمون النمو يساعد على ما يعرف بالميتابوليزم، معدل الايض ولا معدل الحرق. كنهضرش على الميتابوليزم دو باز
حيث كاين لو ميتابوليزم دو باز وكاين لو ميتابوليزم. واخا لو ميتابوليزم فيه كذلك لانابوليزم البناء، البناء زائد شحال دابا كتلقى، كتلقى واحد في عمره 20 عام كتشوفو كيبان لك في عمره 40، هذا كيتسمى لاج ميتابوليك ولاج بيولوجيك. كما ان هاد الهرمون دو كروسونس كيحرك الدهون، كما انه يفرز واحد واحد الهرمون اخر كيتسمى الانسولين جروث فاكتور، هذا الاي جي اف اللي هو كيدير كيحرك الجانب الدهني. هادشي كامل نرجعوا له من بعد. دوز مباشره للامور الاخرى، هضرنا على النوم، هضرنا على واحد الحمام، الحمام لان الناس كيعرفوا الحمام دوش ديال الماء فقط، مي دوش ديال الماء هو واحد من انواع الحمام. كاين حمام الهواء، وهادشي غادي تسمعوه من هنا 20 عام، كاين حمام الهواء، كاين حمام الماء، كاين حمام الشمس، هذوما كاملين خاصو الانسان الجلد. لان الشمس اولا كتضبط لك الساعه البيولوجيه، يعني ملي كتشد نتايا الساعه ديال التليفون وكتلقاها ما مقاداش كتمشي وتقادها، الساعه اليدويه ما كتلقاها ما مقاداش كتمشي وتقادها هكاك. عاوتاني شكون اللي كيقاد لك الساعه البيولوجيه ديالك؟ هي الشمس. يعني انا انصح واحد النصيحه ذهبيه، ملي تنوضوا في الصباح بكري خذوا 5 دقائق خليوا الشمس تضرب فيكم. انا عجبني واحد اللاعب ما نقولش سميتو، مي هو سان جوغ انترناسيونال، اول حاجه سولوه شنو كيدير، قال لهم انا كتكون عندي ليكسبوزيسيون للشمس 5 دقائق في الصباح شاك جو. شتي هاد 5 دقائق؟ غتخليك تنعس بكري. هادي كنا هضرنا عليها لا كرونوبيولوجي او لو ريتم سيركاديان او الساعه البيولوجيه. كذلك الهواء مش عارفين بلي، وسبحان الله ما دابا دابا لاغجيل، لاغجيل تشوف العالم، شوفوا مدام ارجيل واحد السيده اللي مشات كدير بحث في لاغجيل في الطين، لا ماشي كل انواع، ماشي غير الغاسول، ماشي الطين، راه عنده واحد القدره رهيبه في ازاله الطاقه السلبيه في الجسم. علاش الانسان ملي ما كيلقاش الماء كيتيمم بحجره؟ علاش كتقيس التراب؟ لان التراب كيديشارجي لو كور. علاش؟ لان التراب وجسمك والتراب مصوبين بنفس الماده، والالكترونات ملي كتقيس التراب كتمشي من لو كور، لان ملي كتقيس انت في الارض في التراب المساحه ديال الارض اكثر من المساحه ديالك، وهذه قاعده ان الالكترونات كتمشي من المساحه القليله للمساحه بحال الماء، الماء ملي كتخويه كيسيح هكا. عاوتاني ما تنساوش انكم وقتاش ما لقيتوا فرصه ما تستغربوش الا مشيتوا بعض الدول وغتلقاو اختي سكينه ولاو الناس ما بقاوش كيديروا. وهذا الشيء هذا ما كنهضرش من محض الخيال، وعقلتو انا كنت قلتها انايا في احدى الحلقات، غادي تدخل الريستورون او لا غتدخل لواحد المقهى للانسان في احدى الدول غادي تلقى لو سول، غتلقى التراب، وكيقول لك كيقول لك الفو مارشي ابي نو، كتحيد صباطك كتدخل لهذاك المكان. انتما انا قلتها وان شاء الله سترى سياتيه زمان، غتلقاو لي انسان كيدخل كيستن فوق التراب مكان كيحيد صباطو كيستن ابي نو، كتحس بواحد الراحه لا تتصور. فما تنساوش عفاكم مكان فيه هواء نقي الانسان يخرج، هذاك راه حمام الهواء، وكاين حمام الماء، وكاين حمام اشعه الشمس، وكاين المخلوقات الاخرى كدير الحمام ديال الطين. لاحظوا فرس النار، الفيل، هادو شوف المساحه الكبيره، كتلقى فرس النار الجلد ديالو كبير وغليظ، وكتلقى كذلك علاش كيديروا حمام لا 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 يعني لا 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 الطين، وهذا شيء جميل جدا، وغادي تشوفوا في بعض المراكز في العالم دابا راه كيمشي الانسان كيدير هذه المساله. غندوز ان شاء الله النقطه الاخيره هي فيما يخص الاكل. اول ما يحافظ على الاناقه الداخليه ديال الجسم هو شرب الماء. وما تنساوش الماء عنده جوج خصائص، كاين الخاصه الميكروبيولوجيا، يعني شنو فيه واش نقي ميكروبيولوجيا، كاين الخاصية الطاقية. الخاصية الطاقية الماء ديال الروبيني طاقيا ميت، خصنا نعاودو نديروه في أنية ديال الطين، عقلوا عليها. الجسم لما يشرب الماء خصو يكون ماء طاقيا حي، لأن الماء مي كيدوز في القنوات ديال البلومب ولا ديال البلاستيك في زاوية 50 زاوية قائمة يصبح الماء ميت طاقيا. تحدث عن الماء طاقيا ماء ميت، ما نهضرش على الجانب الميكروبيولوجي. شرب الماء في انيه، كل انيه ديال الطين. ندوزو للمذاق الحلو. الانسان باش يحافظ على الاناقه ديالو والبشره ديالو خصكم تعرفوا اللي كيدير لي غيد،
الحلويات والمحلي كيدخلوا كيمشيو في الدم كيمشيو للخلايا كيمشيو للماتلا ديرميك كيديروا لا غليكاسيون بين هاد المذاق الحلو وبين البروتينات ديال الماتلا ديرميك لي بيديرم لو ديرم لو بودرم ديال الجلد كيعطيك سكون ابيل لي ريد او لا التجاعيد. اذا بغيتوا تحافظوا على البشره ديالكم المذاق الحلو يجي من الفواكه ومن الاشياء اللي جايه من الطبيعه. المصدر الدهني يكون جيد، الياف غذائيه اللي كاينه في الخضر والفواكه الموسميه، مضادات الاكسده، علاش؟ لان ما يسرع الشيخوخه هما الجذور الحره اللي غادي يكولي بغاولا الشوارد الحره، واخا لي بوليفينول لي فلافونويد اللي كاين في اي حاجه خضراء في زيت الزيتون منهم الاوروبيين تيغوزول هيدروكسي تيغوزول والاوميغا 9، الاسماك فيها الاوميغا 3 وماده السكوالين، واخا هذه جيده جدا. الفواكه يعني المكسرات فيها الاوميغا 6 جيده جدا اللي كاينه في المكسرات، خاص يكون معادن يكونوا فيتامينات. وعقلوا على الكونزيم كي ديس، هاد السميه عقلوا عليها مزيان، غتلقاوها من هنا لقدام غتلقاوها في مكملات غذائيه. الكونزيم كي ديس هذا كيجي من التغذيه. الكبد يكون كبد قوي، نحلوا لي زيمونكتوار باش نحيدوا السموم، لان اي جسم فيه سموم البشره ديالك الهالات السوداء البشره ما غتكونش مزيانه، الشعر كذلك غيكون فيه مشكل. هادشي كامل كنحلوا الابواب. شنو هما الابواب؟ لي زيمونكتوار، الرئه، تنفس جيد، الامعاء، تغذيه جيده، الكلي يكون تغذيه كذلك اللي هي جيده، والجلد. هادو كاملين كيتسموا الابواب لي زيمونكتوار. تكون قله السموم، خضر موسميه. شو سبحان الله العظيم، ربي عطانا اللون ديال والاشكال ديال الاغذيه كتناسب هو العديد من الاعضاء. من بعد نديروا حلقه خاصه عليهم، بحال مثلا الكرافس. الكرافس كتلقاوها كتشبه العظام، الفاصوليا مثلا كتشبه الكلي، العين الجمل او القرقاع كيشبه الدماغ، ولا قسمتيه على جوج ودورتيه كيشبه للرئه. كذلك البرتقال كيشبه للثدي ديال الانثى، وبالتالي مهم جدا في الوقايه من سرطان الثدي. البطاطا الحلوه كتشبه البنكرياس. في الوقت ديال الطماطم مطيشه كتشبه للقلب، لا في اللون ديال الدم ولا في داك، لان القلب شنو عنده؟ القلب عنده لوغيي دغوات، لوغيي غوش، فونتريكول دغوا، فونتريكول غوش، الاذين الايمن، الاذين الايسر، البطين الايمن، البطين الايسر. ملي كتشدوا مطيشه وتقسموها كتلقاو فيها اربعه الحجرات. هذا يوحي ان الطماطم الجيده في الوقت ديالها فهي جيده للقلب. هادشي كامل هذا. ولاحظوا انكم اليوم كتلقاو الفجل، شوفوا اللون ديال الفجل كي داير، شوفوا اللون ديال الليمون، البرتقال بالانواع ديالو كي داير، شوفوا اللون ديال الرمان كي داير. هذيك ماشي اناقه، هذيك ماشي بشره ديال ذاك الفاكهه، هذيك ماشي جمال. وبالتالي لو بغيتي الجمال يجب ان تتبنى الجمال، ولما نتبنى الجمال في نمط حياتنا فيصبح الجمال نتيجه وليس بهوس. مرحبا. حنا اكيد مازالين معك استاذ، ومشكور على كل هذه المعلومات هذه. غنمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير اللي سمحتي ليا، ونرجعوا ناخذوا اسئله المستمعين. خليكم معنا.